مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم من غرفة الأخبار بقناة سهيل الفضائية إلى نشرة 7:30. أبدأها بأبرز العناوين. عدن تستقبل الوفود وتتزين بالأعلام استعدادا لمليونية الاحتفاء بسقوط النظام العائلي. الشباب يكرمون قيادة أنصار الثورة بدرع 11 فبراير. أهلا بكم. تستعد ساحة العروض بمدينة عدن لإحياء مهرجان مليوني غدا بذكرى إسقاط رأس النظام رسميا واستعادة الشعب لسلطته في 21 فبراير 2012. وقال أمين القوى الثورة الجنوبية عبد الله العليمي في مثل هذا اليوم: طوينا عهد صالح إلى الأبد ووضعنا أقدامنا على عتبات اليمن الجديد. وأضاف العليمي أن الثوار الجنوب يريدون من الاحتفاء بهذه المناسبة تنشيد الذاكرة الثورية التي استطاعت إسقاط نظام الفرد والعائلة والاستبداد، مؤكدا أن الثورة مستمرة حتى تحقيق كامل الأهداف التي خرج من أجلها الشعب الثائر. هذا وتتزين شوارع عدن بالأعلام الوطنية التي رفرفت على أسطح منازل المواطنين والمؤسسات الحكومية، فيما تصل إلى المحافظة تبعا وفود مختلفة من المحافظات الجنوبية والتي ستشارك يوم غد في مليونية الثورة. وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الزميل محمد يوسف موفد قناة سهيل الفضائية إلى عدن. الزميل محمد، أولا صف لنا كيف هي أجواء الاستعدادات ليوم غد الحفل الجماهيري الكبير الذي سيكون في ساحة العروض بمدينة عدن. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا أخي مهجد. أستطيع أن أقول أن عدن تعيش اليوم يوما استثنائي باستقبالها لأبنائها من شبوة وحضرموت ولاحق والضالع، وقد وصل بالفعل مساء اليوم في موكب ومسيرة مهيبة أبناء شبوة وحضرموت، ووصلوا إلى ساحة العروض وهم الآن هاتفون وبالزوامل يعني بشكل مهيب وجميل جدا لم نشهده عدن من قبل. ومن المقرر كما علمنا أن وفودا كثيرة ستدخل عدن غدا لإحياء ذكرى انتقال السلطة سنيا لأول مرة في تاريخ اليمن، ويعدون هذا الاحتفال أو المهرجان هو يوم رفض للدكتاتورية وغرس للديمقراطية والنضال من أجل الحقوق والحريات. تجولنا بشوارع عدن وأسواقها فوجدنا الأمن يقوم بواجبه خير قيام لتأمين الضيوف القادمين إلى عدن. يقول شباب الثورة المنظمون لهذا المهرجان أن عدن في الماضي وسعت العالم، فكيف لها اليوم ألا تتسع لأبنائها وأبناء الوطن اليمني. وكذلك أن احتفالهم غدا هو احتفال بيوم الانتقال السني، هو احتفال تأييدا للحوار الوطني، تأييدا للنهج السني وتجنيب عدن الويلات والخلافات ورفضا للعنف والإخفاء. ويدعو الكثير هنا في عدن القوى السياسية لالتقاط الفرصة التاريخية وتجنيب عدن الكثير من الويلات والالتفاف حول قضيتهم العادلة على الأقل، وأن لا يضيروها بالخلافات والصراعات. نعم، إذن الزميل محمد يوسف سنكون معك أولا بأول لموافاتنا بكل جديد من محافظة عدن التي ستحتضن المهرجان المليوني الكبير يوم غد في ساحة العروض. محمد يوسف كنت معنا من عدن، شكرا جزيلا لك. بدأت اللجنة الخاصة بمعالجة قضايا الأراضي أولى جلساتها مع إدارة مكتب الأوقاف والإرشاد بمحافظة عدن. اللجنة سيتركز عملها في 5 قضايا رئيسية، وهي الأراضي الخاصة بالجمعيات السكنية والأراضي الزراعية والمتعلقة بالبناء وبناء الإدارات الحكومية للدولة، وكذا الأراضي المصروفة للأفراد والأراضي الخاصة بالأوقاف.
وجرى خلال اللقاء تقسيم اللجان إلى عدة مجموعات لاستقبال كل الملفات والدعاوى والشكاوي من المواطنين. الجدير بالذكر أن مدة العمل ستستغرق عام كامل. اللجنة الخاصة بمعالجة الأراضي في المحافظات الجنوبية هي مكتب الأوقاف والإرشاد في المحافظة، ونحن على ثقة بأن هذه اللجنة التي أولتها القيادة السياسية ممثلة برئيس الجمهورية هذه المهمة الأساسية، والتي نحن لنا علاقة مباشرة بأعمال هذه اللجنة من خلال الإشكاليات التراكمية التي على هذا المكتب من خلال الصرف الذي تم منا وعلينا وسبب إشكالية تراكمية أمام المحاكم أو أمام النزاعات الإدارية، وسنسعى إن شاء الله مع كل طاقم مكتب الأوقاف والإرشاد للتعاون الجاد مع هذه اللجنة. عاشت محافظة المحويت احتفالات كبيرة بالذكرى الثانية لثورة 11 من فبراير. التقرير التالي والمزيد من التفاصيل. استعادت مدينة المحويت حماسها الثوري وتزينت ساحتها بصور الشهداء والأعلام الوطنية، كما رفرفت رايات الإصلاح في المهرجان الجماهيري الحاشد الذي نظمه فرع التجمع اليمني للإصلاح بمدينة ومديرية المحويت احتفاء بالذكرى الثانية لثورة 11 من فبراير المجيدة. في يوم ذكرى 11 فبراير نبعث من المحويت برسالة، في يوم ذكرى 11 فبراير نبعث من المحويت برسالة فيها شعبنا الثائر بثورته ونحيي ابطاله في قدموا لكمهم الطاهر وحطموا بالثوره اغلاله. الحشود الجماهيرية التي تدفقت إلى ساحة المهرجان وسط مدينة المحويت شكلت لوحات فنية وكرنفالية رائعة تعبر عن عظمة المناسبة الثورية التي سيخلدها التاريخ في أنصع صفحات التضحية والإباء. تحية إجلال وإكبار لشهدائنا الأبرار، نسأل الله لهم الرحمة. تحية إجلال وتقدير لشهدائنا الأبرار، فهؤلاء شهداؤنا المعروفون أمامكم من الدائرة 235، وجميع الشهداء في المحافظة وجميع الشهداء في الشعب اليمني مدنيين وعسكريين وجميع الشهداء. المشاركون في المهرجان جددوا التأكيد على السير على خطى الشهداء الذين ضحوا بدمائهم من أجل يمن جديد تسود فيه قيم الدولة المدنية الحديثة القائم على الحرية والعدالة والشراكة المجتمعية. كرم ممثلون عن شباب الثورة صباح اليوم قيادة أنصار الثورة تزامنا مع الذكرى الثانية لاندلاع ثورة الشباب الشعبية السلمية، وعلى رأس المكرمين اللواء علي محسن الأحمر واللواء عبد الله علي عليوة بدرع 11 من فبراير تقديرا لدورهم في نصرة وحماية الثورة. وفي لقاء التكريم ألقى محمد الجماعي كلمة عن شباب الثورة عبر فيها عن شكر شباب الثورة لقيادة أنصار الثورة والذين مثل انضمامهم منعطفا تاريخيا في مسار الثورة. من جانبه أثنى اللواء علي محسن الأحمر على شباب الثورة موضحا أن قيادة أنصار الثورة انحازت لخيارات الشعب وحماية أبنائه الشباب. الشعب ومن كل مناطق الجمهورية من كل فئات الوطن ومن كل شرائح والعصر التي دعت للتحرر من الاستبداد والتحرر من الاستعمار والتحرر من مخلفاتهما إلى الأبد لشعب الوطن ومن كل شرائح ومن كل أطياف. من لا يشكر الناس لا يشكر الله، لكننا نعلن في هذه المناسبة أننا على درب الشهداء سائرون وعلى منهجهم مستمرون باعتبار تلك الدماء التي غيرت مجرى اليمن، ونتطلع جميعا إلى يمن أفضل
يتطلع جميعا فيه اليمنيون إلى الحرية والكرامة والعيش الكريم. بمناسبة الذكرى الثانية لانطلاق ثورة الشباب الشعبية السلمية، قرر شباب الثورة بتكريم من كان لهم الدور البارز في نصرة شباب ثورة الشباب الشعبية السلمية، فكان الدرع الأول لفخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي، والدرع الثاني لرئيس المجلس الوطني لقوى الثورة ورئيس مجلس الوزراء الأستاذ محمد سالم باسندوة، والدرع الثالث والأخير لقيادة وهيئة أنصار الثورة وعلى رأسهم اللواء علي محسن الأحمر. وأكد اللواء علي محسن أن أنصار الثورة الشبابية كثير، لكن البعض منهم فضل العمل بصمت. أنصار الثورة كانوا كثير، لكن منهم من عمل عملا كبيرا دون أن يجهر به، ومن عمل عملا كبيرا ظاهرا على السطح في قيادات ورموز اشتغلت للثورة بكل ما أوتيت من قوة، كل ما أوتيت من قوة، وعلى رأسنا جميعا فخامة الأخ رئيس الجمهورية المشير عبد الرب منصور هادي. بعد إغلاق استمر 6 أيام متوالية، فتح المسلحون في منطقة سناح بالضالع الطريق العام الرابط بين صنعاء وعدن أمام الشاحنات المحملة بالوقود والمواد الغذائية التي كانت قد احتجزت في نقطة تفتيش نصبها عناصر تابعة للحراك الجنوبي الخميس الفائت للمطالبة بإطلاق سراح سجين من أبناء المحافظة متهم بحادثة تفجير نادي الوحدة بعدن قبل بطولة خليج 20 التي استضافتها بلادنا. ويأتي فتح الطريق أمام الشاحنات بعد اتفاق توصلت إليه اللجنة المكلفة من محل المحافظة بحل الإشكالية مع المسلحين مقابل إطلاق سراح معتقلين لدى السلطات. فعاليات وأنشطة متعددة تقوم بها قيادة محافظة صنعاء، إضافة إلى لقاءات موسعة لمناقشة سبل تطوير ورفع الخدمات للمواطنين في مديريات المحافظة. مزيدا من التفاصيل في سياق التقرير التالي. دشن محافظ صنعاء عبد الغني الجميل الحملة التي ينفذها مكتب أشغال المحافظة لرفع مخلفات البناء من المناطق السكنية في منطقة حزياز مديرية سنحان وبني بهلول، والتي تقدر ب 150 طنا من المخلفات الصلبة والأتربة. الحملة تشمل أيضا إزالة وتنظيم الأسواق العشوائية في منطقة حزياز ودار سلم، ورفع أصحاب البساطات والباعة المتجولين وإلزامهم بعدم استخدام أرصفة الشوارع الرئيسية والتواجد باستمرار في الأسواق البديلة التي تم إنشاؤها بأهداف الحد من الاختناقات المرورية. إلى ذلك كرم محافظ صنعاء الفائزين بالمراكز الأولى لبطولة اختراق الضاحية التي نظمها مكتب الشباب والرياضة وفرع الاتحاد العام للقوى بالمحافظة، ودعا المحافظ الشباب إلى استشعار الروح الرياضية والمسؤولية في بناء الوطن، وحثهم على بذل مزيد من الجهود لتحقيق مراتب متقدمة في المشاركات القادمة. وكانت البطولة انطلقت لمسافة 6 كيلومترات بمشاركة شباب أندية محافظة صنعاء من مختلف المديريات، وفاز بالمركز الأول والميدالية الذهبية المتسابق وليد عبد القادر سعد من نادي الجود مديرية أرحب، والمركز الثاني والميدالية الفضية المتسابق رمزي أبو صياح من نادي الظفير بمديرية بني مطر، والمركز الثالث بالميدالية البرونزية للمتسابق حسين عزان من نادي الجود مديرية أرحب، بالإضافة إلى تكريم 10 الفائزين بالجوائز تشجيعية. وفي موضوع آخر، ناقش المكتب التنفيذي بمحافظة صنعاء في اجتماع موسع خطة عمل المكتب للسنة الحالية، كما ناقش خطة التسريع لتنفيذ البرنامج الاستثماري المعتمد بموازنة العام 2013 على المستوى المركزي والمحلي وسبل الكفيلة بتنمية الموارد المالية. من جهة أخرى، استعرض محافظ صنعاء عبد الغني جميل مع عدد من مشايخ وأعيان مديرية همدان الجوانب التنموية بالمديرية واحتياجاتها الضرورية في جوانب الطرقات وحالات الضمان الاجتماعي والنظافة. المحافظ أيضا عقد لقاء مع عدد من مشايخ وأعيان مديرية بلاد الروس لمناقشة جوانب التنمية والمعوقات التي تعترض تنفيذ عدد من المشاريع في المديرية، إضافة إلى مناقشة الجوانب الأمنية في المنطقة وسبل معالجتها وحل القضايا العالقة وإرجاع الحقوق إلى أصحابها وفقا للقوانين النافذة. نفذ عمال ومهندسو شركة جنة هينت النفطية وقفة احتجاج أمام مكتب الشركة بصنعاء للمطالبة بتسوية أوضاعهم في الشركة، وعبر المحتجون عن استيائهم لما تقوم به إدارة الشركة من ممارسات تعسفية بحقهم. وقال المحتجون أنهم تعرضوا لإجراءات غير قانونية
طالبين بسرعة إعادة حقوقهم المنهوبة والتوقف عن سياسة التمييز بين الموظفين حسب قولهم. تظاهر المئات من أبناء مديرية المنصورية بمحافظة الحديدة لليوم الثاني على التوالي للمطالبة بإقالة مدير المديرية وتصحيح الوضع التعليمي في المديرية وإجراء مسح للأسر الفقيرة والتي حرمت خلال العهد البائد من الضمان الاجتماعي رغم حاجتها الماسة. كما طالب المتظاهرون بإصلاح الخدمات الصحية وتوفير مشاريع المياه وإصلاح المشاريع التي طالها الفساد والنهب. ليش ما قدمتش حلول من اول؟ اذا ظلمنا اديت ظلمات ولا في انا قعدنا اي حق. متسلط علينا المجلس المحلي والمتنفذين وزارة التعليم. اشترطت عصابات الحوثي المسلحة بمديرية رازح ترديد شعار ما يسمى بالصرخة مقابل إعادة فتح مدرسة سبق إغلاقها من قبل جماعة الحوثي الشهر الماضي وحرمان نحو 600 طالب من حق التعليم. وقالت مصادرنا في محافظة صعدة أن مجموعة من العصابة الحوثية المسلحة بصحبة مدير المديرية ومدير مكتب التربية بالمديرية التقوا يوم أمس بمدير مدرسة الشهيد فراشة بجبل العزد ومعلمي المدرسة واشترطوا عليهم ترديد شعار ما يسمى بالصرخة في طابور الصباح. واشترط كل من مدير المديرية ومدير مكتب التربية بالمديرية أن يقام طابور الصباح ويردد فيه شعار الحوثي المسمى بالصرخة بشكل يومي مثلها مثل بقية مدارس المحافظة كشرط أساسي لعودة التعليم في المدرسة. شهدت كل من إب وحجة والحديدة والطالع وحضرموت فعاليات متعددة مدنية وعسكرية للمطالبة بالحقوق وسريان روح المؤسسية والتغيير. نتابعها في سياق التقرير التالي. أغلق موظفو مكتب المالية بمحافظة إب مجمع المالية احتجاجا على ما أسموه باستغلال المدير العام للتدوير الوظيفي لممارسة الفساد وإجراء تعيينات لأشخاص من غير ذوي الكفاءة وبناء على المحسوبية والوساطة والرضوخ لضغوط مسؤولين فاسدين. إلى ذلك يواصل موظفو النظافة بمحافظة إب إضرابهم عن العمل لليوم الرابع على التوالي احتجاجا على بطء إجراءات تثبيتهم. وطالب المحتجون بإعطاء الأولوية في التوظيف بصندوق النظافة بناء على أقدمية التعاقد، كما عبروا عن استنكارهم لانتداب موظفين من خارج الصندوق من موظفي التربية والأشغال العامة. ونبقى في إب أيضا حيث نظم عشرات المواطنين من أهالي منطقة شنامة وقفة احتجاج أمام إدارة الأمن بالمحافظة للمطالبة بإحالة مسؤول في البحث الجنائي متهم باستغلال منصبه الأمني وقيامه بإطلاق الرصاص الحي على منازل مواطنين عزل وعلى فريق مكتب الأشغال العامة والطرق أثناء قيام البلدية بفتح شارع عام وسط مدينة إب. وننتقل إلى محافظة حجة حيث يواصل العشرات من الجنود المنضمين لثورة 11 من فبراير اعتصامهم للأسبوع الثالث على التوالي أمام المجمع الحكومي للمطالبة بصرف مرتباتهم الموقوفة منذ أكثر من عام ومحاسبة المتورطين في التعسفات التي يتعرضون لها. وإلى الحديدة حيث وجه 90 طبيبا وموظفا من العاملين بمستشفى العام نداء استغاثة إلى محافظ المحافظة ووزير الصحة بإنقاذ المستشفى من الدمار والإهمال الذي يتعرض له من قبل إدارته الفاسدة رغم أنه المستشفى الحكومي الوحيد الذي يستقبل الحوادث من 4 محافظات مجاورة للحديدة. وفي الحديدة أيضا يواصل لليوم الثالث على التوالي المئات من طالبي وطالبات التوظيف اعتصامهم أمام مكتب الخدمة المدنية بالمحافظة للمطالبة بمحاسبة المتلاعبين بدرجاتهم الوظيفية وإعادة المفاضلة وفق قانون الخدمة المدنية. وأخيرا نبقى في محافظة حضرموت والتي نظم فيها العشرات من أهالي مناطق ثبي ومشطة والقوز والجحيل وباعطير
وقاهر من المتضررين من كارثة فيضانات سيول أكتوبر 2008 بمديرية تريم، نظموا وقفة احتجاج أمام مبنى فرع صندوق إعادة إعمار حضرموت والمهرة، رددوا خلالها عددا من الهتافات المطالبة بسرعة صرف التعويضات للمتضررين ومحاسبة المسؤولين عن معاناتهم. وطالب المتضررون الرئيس عبد الرب منصور هادي ورئيس مجلس الوزراء والسلطة المحلية بالمحافظة بالنظر في قضيتهم وحلها بما يكفل لهم الاستقرار أسوة بإخوانهم في المناطق الأخرى التي حلت قضيتهم منذ سنوات. شيع المئات من أبناء مديرية دمت في محافظة الضالع اليوم الأربعاء جثمان الفقيد الحاج ناجي مسعد عبد القوي عمقة الذي وافاه الأجل ظهر يوم أمس الأول عن عمر ناهز 65 عاما بحضور قيادة السلطة المحلية والمشايخ والأعيان وقيادة شباب الثورة. التجمع اليمني لإصلاح بدمت نعى للأمة وفاة الحاج ناجي مسعد عبد القوي الذي يعد من أبرز مؤسسي التجمع اليمني لإصلاح في دمت، حيث كان ملازما للأستاذ حمد مثنى الروبية ومرافقا له في حياته التربوية والدعوية مطلع الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي. تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وإنا لله وإنا إليه راجعون. مشاهدي الكرام، لم يبقى إلا أن نذكر بأهم ما جاء في هذه النشرة من أنباء. عدن تستقبل الوفود وتتزين بالأعلام استعدادا لمليونية الاحتفاء بسقوط النظام العائلي. الشباب يكرمون قيادة أنصار الثورة بدرع 11 من فبراير. مشاهدينا الكرام، ألقاكم بعد قليل في حلقة جديدة من برنامج الكلمة لك، نتناول فيها الاحتفاء بالحادي والعشرين من فبراير يوم سقوط رأس النظام. إلى ذلك الحين دمتم بخير.